أنا ما عندي شك فيكي أبداً، بس كمان أنا ما بعرف هذا آدم مين بيكون. تقربوا منك وجيتوا لعنا على البيت، ماني مطمن. بالنهاية أنا ما بعرفه. شو لوين؟ بدي اشرب مي. خير؟ عم يوجعك شي لحتى فقت بعد ما نمت؟ لا لا، انا اصلا ما نمت. ليش؟ ليكون بسببي انا؟ بسبب يلي قلت لك يا مشان الجامعة؟ ليكي انا بعرف حبيبتي، وبعرف انها قوية، وبعرف انك ما بتعطي وش لحدا تحت اي ظرف، وبتحبي تعتمدي على حالك. لهيك ما استغربت من طلبك. يلا انتي عنو، لا تقطعي نومتك، انا بشرب مي وبرجع فورا. نفس المعلومات، عملوا الأكاديمي والدورات التدريبية وكم صورة مو أكتر. على حسب المعلومات ما عنده ولا غلطة، زلمة كامل مكمل. طبعا غلطته الوحيدة برأيي إنه عم يتقرب من ريحان. آدم كينجي أغلو، بصراحة أنا ماني مرتاح له. كيف يعني يجي على البيت ليجيب له ملاحظات؟ شو هالحركات هي؟ هي الحركات كنا نعملها بالمراهقة وبس. ما عندي غير هالحل. مرحبا. تمام الحمد لله. انت اكيد مستغرب من اتصالي بهذا الوقت المتأخر، ما هيك؟ صراحة أنا بحياتي ما تخيلت أني أكون بهالموقف، يعني مو من طبيعتي أنه أطلب هيك طلبات أبدا. بآخر وقت لحقت الواجبات يلي عندي، بصراحة كنت خايفة إني ما لحقهم كله.
إن شاء الله ما أكون غلطانة بحله. بصراحة بتقبل إني أغلط أول فترة بس مو كتير، بالنهاية لساتني جديدة وأكيد رح صير أشطر مع الوقت. حبيبتي أنت أي شي بتعمليه أكيد بده يكون صح، لأنه أنت ما بتغلطي، واللي بيقول غير هيك بيكون عم يظلمك بحكيه. شكلنا تأخرنا، ما بلا تأخرنا، يلا نمشي. ياسين بالسيارة عم يستناك. فكرت رح تصر انك توصلني اليوم. عنجد شكرا كتير لانك تفهمتني. بس كمان هذا الشيء ما بيعني اني ما رح وصلك لعند الباب على الاقل. ما بظن رح يكون في عندك مانع. تفضلي. بالمناسبة اللي قلت لك اياه قبل شوي عن شطارتك مو مجاملة، هاي حقيقة. يعني انت شفت شغلي؟ عنجد شكرا. يلا بشوفك. رح اشتاق لك.